تروح الى شكل اخر بقى من اشكال التعامل مع المختلف عنك دينيا او عقائديا او ما الى ذلك. في 2012 كان في 2 منقبات في فرنسا. ساعتها فرنسا اشتكتهم او يعني ادانتهم او طلب او دفعتهم بمعنى صح تعويض، يعني قالوا انه غرامه ماليه، مش تعويض عفوا، غرامه ماليه. في 2012 كانوا لابسين النقاب وفرنسا ساعتها السلطات في فرنسا قالت لك لا لازم يدفعوا غرامه، هم كده لابسين النقاب وده شيء غلط ومرفوض في الاعراف والقانون والدستور في فرنسا. الجديد انه في مجموعه خبراء امميه ادانوا فرنسا على اللي عملته في 2012 وانها دفعت هم الستتين دول فرنسويتين. فانه دفع يعني مجموعه خبراء امميه من الامم المتحده ادانت بقى فرنسا ازاي تدفعي السيدتين الفرنسيتين اللي كانوا لابسين نقاب غرامه، وطلبت باريس بالتعويض لهما. وكانوا الحقيقه لما كانت في 2012 ده حصل والستتين دول المنقبتين دفعوا الغرامه، بعدها اتقدموا بشكوى في 2016 للجنة حقوق الإنسان اللي بتتبع الأمم المتحدة إنه فرنسا كانت ضدنا وكان في تمييز ضدنا وإن إحنا منقبات وده حرية شخصية بترجع لنا، وهم دفعونا غرامة في 2012. هل تقرير الأمم المتحدة ده بيلزم فرنسا؟ هو مش إلزام، يعني لجنة حقوق الإنسان التابعة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لما بتصدر، أو مجموعة الخبراء الأممية دي عندما تصدر هذه بيانات، ده مش يعني حتى لو قرار بس ده مش إلزام، ما فيهوش إلزام، يعني فرنسا ممكن تاخد ده وممكن ما تاخدش ده.